Buongiorno, oggi vi farò vedere come irrigare il mio giardino quando appunto ci si assenta per un periodo abbastanza lungo, bisogna appunto tenere bagnate le piante e quindi ho progettato e comperato delle cose per irrigare il giardino e le piante. صباح الخير عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة في هذا النهار يا ربي. كيف ما كتشوفوا قال لكم جاكومو جاب لكم واحد الموتور هكا كيف ما كتشوفوا ملي كنخرجوا بحال ملي مشينا دابا لسويسرا وداكشي. ما سقيناش يومين لقينا كلشي ناشف، ويعني حرام العام كله هو تيضارب مع هذا البالكون كله باش يقعد كاع هاد الدنيا، ويجي بس في واحد نص نهار يعني ما مزيانش. واليوم غنشارك معكم هذا الموتور ما درناهش فاش مشينا، قلنا يومين ماشي بزاف، ولكن هي فاش كانت الحراره كثيره. عندنا هذا الموتور هذا كنديروه كل عام فاش كنسافروا ولا شي حاجه هكا، ولا كنخرجوا نعرفوا روسنا ما كاينينش واحد يومين ولا 3 ايام ولا سيمانه ولا شهر ولا اللي كان، وتيركبوه. واليوم بغي يشارك معكم كيفاش غادي يركبوه وكيفاش تنحافظوا على هاد لي بلونت ملي ما كنكونوش وهكا. يلا خليكم مع جاكم. Allora, abbiamo bisogno di un motorino هذا الموتور هذا ها هو قال لكم con una pila che بالحجرة ديالو كيبدلها كل عام باش نكونوا متأكدين باللي راهي جديدة وحقها andremo ad تكون فيها. inserire nella fontana principale, diciamo, هذيك كيدخلها دابا في الروبوني هنايا. da questo lato qua. Invece da quest'altro il tubo che va a finire appunto nel La canna, giardino. sì. E vi faccio vedere appunto come faccio. هو غيوري لكم كيفاش كيركب كيفاش كيخدم، كيخدم بوحدو بلا ما يكون حتى شي واحد معاه. Di qua abbiamo il tubicino con tante piccole Deviazioni, com'è? no, sì, deviazioni possono essere, e si possono aprire e chiudere a piacimento, diciamo. Se un vaso ha bisogno di tanta acqua, lo apri. Se ha meno bisogno, perché naturalmente lo si progetta per tutti i giorni, per un'ora, 2 ore, 3 ore, secondo come uno vuole. وعدو هاد التيو هذا دابا هذا غادي نطلقوه غنوريو لكم، وفيه هنايا منين تيهبط الماء وهو تينقص وتيزيد، يا اما يكثر الماء يخلي الماء يطيح بزاف ولا يطيح غير شويه على حساب هو اللي بغى، تيبقى ينقط غير بشويه داك غوتا غوت كما كنقولوا ليه حنايا بالعربيه. هو هذا هكا اوكي. يلا غنوري لكم دابا الموتور، ها هو هانتوما هاد السيستم، ها هو شفتوا كيداير اللي بغى تشريه ولا شي حاجه دبري بريزو. È all'Leroy Merlin Hyper Secondo, dove هانتوما uno كاع البلايص اللي كيبيع داكشي ديال الدراوليكو عنده quella شتو che vendono كوزا دو جارديناجو، كاع داكشي تيبيعو التيو داكشي ديال جاردينات. الجاردانا راه عندو. ها شتو هادي كيركب فيها التيو هنايا كيمشي الماء، وهنا كيمشي الروبوني. ها هو غيركبو دابا جاكمو معاكم، يلا باي. هنا عندنا الروبوني كاين هنايا، ها هو غيركبو معاكم جاكمو دابا هنايا Un rubinetto, abbiamo الروبوني. bisogno e togliere il suo. تيكون روبوني هكا عادي، حنا مركبين ليه هذيك الاخرى لان ديال واحد التيو اخر تنديروه دائما. Qui وهنا abbiamo الموتور appunto la parte del motore superiore e va a coincidere con la parte superiore. هانتوما Lo تيدخلها avvitiamo. وكيدور واحد يستافد Ok. عنده جريدة وبغى يهتم بيها. وهنا التيو Poi questo tubo che va a finire nel giardino lo attacchiamo sotto. Ok? ها هو دخل هذاك E التيو، poi وهنا كيدير bisogna بروجرام، sistemarlo, programmarlo. وهنا تيدير البروجرام ديالو هانتوما على حساب كل نهار تيشعلو وتديري على حساب كل نهار على حساب كل يومين على حساب اللي بغيتي انتيا. C'è l'orario, c'è il التايمر giorno. النهار ولا فريكوينسا. La frequenza, tutto il necessario per arrivare appunto a stabilire che tutti i giorni a tal orario è per tanto tempo, per un'ora, per un mezz'ora, per 1 ora e mezza, per 2 ore, per 3 ore, deve uscire l'acqua per tutto quel tempo. E quindi uno sta tranquillo, può viaggiare, può andare per un mese, 15 giorni, via. Una settimana, seconda, e
e sta tranquilla e così le piante vengono bagnate. هنا تدير لي البروغرام كما قال لكم على حساب كل نهار كل يومين على حساب حنا في حقه نديروه كل نهار وكل نهار تديري نفس التوقيت مع 8 ديال العشيه مع 6 ديال العشيه مع شما بغيتي انتيا وكتعطيه شحال بغيتيه يبقى يسقي واش ساعه واش نص ساعه تيبقى غادي غير بوحدو مثلا درنا ساعه حنا كنديرو ساعه وكنديروه دائما مع 8 ديال العشيه ملي كتلحق 8 ديال العشيه تيبقى يسقي ساعه من 8 حتى ل 9 وهو كيسقي تتلحق 9 كيسكت صافي كيطفى والغدي عاوتاني كتبدا 8 وكيبدا هكا يوميا اوكي Sta bene tutto, però non scordarsi di aprire la fontana, non esce l'acqua, قال لكم ok? ديروا البروغرام وداكشي وعندك تنساو ما تطلقوش الماء الا ما طلقتوش الماء بحال ما درتو والو كتركبوا البروغرام كديروا داكشي وكتطلقوا الروبوني تطلقوا الماء صافي وكيمشي وها هو التيو دايرو جاي هكا Il tubo. هانتوما مدوروا من هنا ومن هنا وغادي ها هو غادي يسل هنا ويزديه بهذاك الكحل ها هو حدو هنا الخضر دار هذا الطرف هنايا صغير وزده بالكحل راه الكحل غادي دابا شفتو Allora, qui poi c'è questa deviazione. جيت Ci هالتما vuole كاينه واحد الزاديه un T si chiama, in modo che vada da questo tubo a questo tubo. Dopo averlo tagliato, si inserisce questo T e poi va inserito con quest'altro tubicino piccolo. Così, queste qui bagnano le piante interne, quello bagna le piante esterne. فاي دير كويستا كوي انا غنقول لكم كاع الشيء اللي كاع شوفوا ها انتم ملي كيدير هكا في هاد التيو في هذا وفي Questo التقيبات شفتوا invece serve per شفتوا بحال المسمار ديال البلاستيك è un sollevatore, diciamo, in modo da non tenerlo a terra e lo tiene sollevato e da qui sgocciola. شفتوا هادوك تيبركوا عليه باش ما Si يطيرش deve هما mettere هما man كاينين mano. بزاف كاع كاينين هنايا تيبركوا هادوك باش تيبقى في الارض باش ما يبقاش تيو داك الماء يمشي لبرا ولا شي حاجه تيبرك عليه باش يبقى الماء غا تما يعني في هذيك البلاصه ديالو والهي في هذيك الزاديه فين قال لكم جاكومو راه هي كاين واحد التيو غير صغير بحال تي بحال حرف تي بالطليانيه وكيدخل في هذيك الجهه وفي هذه الجهه وكيدخل في داك التيو الصغير باش كيدوز منه الماء وهذاك التيو الصغير ها هو جاي انا غنوريه لكم دابا ها انتم ها هو التيو الصغير هو هذا شفتوه ها هو جاي جاي وهذا كيدوزو جاكومو كاع على هاد البلونات هادو اللي هنايا ها هو غادي بيه جاكومو دابا E شوفوه راه questo qui invece lo mettiamo appunto ها su هو tutte le piante. وعامر بهادو ها عامر بهادو كاع كيشريهم اباغ وكيركبهم هنايا باش كل وحده كيحطها في Io ne avevo messe tante دار perché avevo الزهور più piante gli anni scorsi e quindi ci sono più deviazioni, diciamo. ok Allora, se non servono si chiudono e naturalmente si passa alla l'altra deviazione più successiva avanti, ok بحال هادو allo sgocciolatoio. هو لصق بزاف بحال هادو ها بحال مثلا دابا هو غادي هنايا دار هادي جات هنايا اوكي هادي غير لصقها دابا هنايا بهذوك المسامر اللي قلت لكم في الاول هادي تا هي هنايا وهادي مثلا ها هي غتجي هنا في الخوا دونك غيسدها Quello non كيتسد serve, si chiude. هادوك اللي ما كيحتاجهمش كيسد ليهم هاد كيودي جاكمو نو ريسكو كون انا مانو تيسدها Questo viene chiuso o viene هاي aperto. اوكي هانتوما تي مسدوده Uno دابا chiude. ولا كيحلها الا سدها ما تيهبطش الماء باش ما يمشيش الماء الارض اوكي الا بغا وإلا بغيت يدخلهم هنايا كيدخلهم هنا المهم مع هو معمره بزاف اللي جات في بلاصه المحبق هو هذاك اللي ما جاتش كيسدها باش ما يضيعش هذاك الشيء في الارض صافي دابا جاكم وغادي ما عرفتش مشى غيجيب وغيجيب باش يبدا يلصق فيهم في المحابق ها هو جاب لهم Allora, per هذا far sì che riusciamo a farlo restare come vogliamo, bisogna inserire questo piccolo perno di plastica. اوكي لا بيان تيغرس هانتوما شفتو كيدخلها هكا هنا E così lo inseriamo nella terra e lo teniamo come vogliamo. Lo صافي giriamo كيدور الماء لتحت تما e rimane così. وتيبقى هانتوما E هادو così هادو poi كيشري كاع هادشي man هكا mano anche nelle altre. شفتو Tac, lo giriamo e lo mettiamo dentro. اوكي E così شفتو l'abbiamo هكا fino alla fine del balcone. Tutte le piante che vogliamo li possiamo bagnare 2 ore al giorno. Lo Ok. apriamo e lo chiudiamo in modo da lo proviamo prima, un giorno, 2 giorni, e vediamo quanta acqua scende, in modo che non allaghiamo la pianta, o se no in
invece di fare bene fa male. قال لك كنجربوه واحد النهار ولا جوج قبل ما يكون الواحد يسافر تيجربو باش يشوف هذاك الماء اللي كيخرج واش قليل ولا مزيان لهذوك لي بلونت، واش الوقت كافي دار ليهم مثلا ساعة واش كافية ليهم، ولا داك اللي على حسب الماء اللي كيهبط، الا كانت قليل كنزيدوه ولا كان كتير كنقصوه، ولا كان هو هذاك صافي كيخليه صافي. ها هو دابا غادي يستعمر هكا. Questo qui invece l'abbiamo appunto inserito qui nel giardino e lo teniamo un attimino alzato in modo che ha più umido dappertutto, infatti, e così si bagna meglio, dai. Ok. Va bene. Adesso prosegue ad attaccare le altre. Sì, proseguiamo ad attaccare gli altri, poi casomai vi farò vedere alla fine tutto come l'ho sistemato bene, diciamo. Io come che ci ho già come un'idea, ora di stammer da bada, di ricordare il sci. E ora ti io, ora di da bada da qua. Giacomo, mi dici, ci ho fatto تيعقلش على راسو تيقعد على ركابيه يوسخ حوايجو يوسخ يديه، عندو الدنيا هانية هو تيشوف الطبيعة بحال ما عرفتش الشيف تيتسوقش راسو. المهم هو غيستعمر هكا كيف ما كتشوفو، هو غادي خدام حتى حاجة ما كيزقلها، كاع حتى دوك الصغيوري راه كيدير ليهم كاع هداك الشي كلشي، ما تيخليه حتى حاجة بلا ما. شتو اللي بعيد عليها الخيط كيركبو ليها، دابا ديك الصغيرة ملي كيجيها الماء كتعطي الكبيرة. Allora, proseguo così fino alla fine in modo da innaffiare tutte le mie belle piante e così li trovo ancora belle vive e così non sto preoccupato per loro, perché così riusciamo a innaffiarle bene. قال لكم غادي نستمر هكا حتى تنكمل هكا ملي تنخرج ما تنتقلقش على لي بلونت ديالي، تنكون متاكد راه ما تيتسقاو ملي كيجي كيلقاهم مزيانين. Allora spero che vi sia piaciuto questo modo mio di innaffiare le piante, perché appunto me l'hanno richiesto in tanti, e al prossimo video. Ciao, grazie della visione, al prossimo. قال كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، حققت لكم لان بزاف اللي طلبوا لي قالوا لي كيفاش كدير تصايب تتسقي وانت نتوما ما كاينينش. المهم هذه هي الطريقه، وضروري شي حد كيجي مره مره يطلع عليهم. وشكرا لكم على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش لايك الى عجبكم الفيديو. مع السلامه.